من ميناء الصيد في مدينة الحديدة غرب البلاد إلى ميناء الصيد القديم في العاصمة المؤقتة عدن. على بحر العرب ينظم الصيادون وقفات احتجاجية كانت أحدها في مديرية صيرة، وذلك تضامناً مع وقفات زملائهم من العاملين في مهنة الصيد بالساحل الغربي، حيث طالبوا فيها بإيقاف التهديدات والاعتداءات التي تطال الصيادين دون رقيب أو محاسب. نشارك اليوم في الوقفة التضامنية الاحتجاجية التي قامها صيادي خليج عدن تضامنا مع صيادي الساحل الغربي جراء التعسفات والإرهاب الذي تمارسه سفينة السافيج في عرض البحر. هذه المناشدات والهتافات المتكررة قبلت بوعود المسؤولين في الحكومة الشرعية بإيجاد حلول لحماية حياتهم وتوفير بيئة آمنة لمصدر دخلهم الوحيد. نحن صيادين خليج عدن نتضامن مع أخواننا الصيادين في الحديدة بما صابهم من أذى وضرر من الباخرة الإيرانية الراسية في البحر الأحمر. سافيز سفينة إيرانية اتخذت من البحر الأحمر موقعا لها، ويتحدث الصيادون أن السفينة تشكل خطرا محدقا على الحياة هناك وتمثل تهديدا حقيقيا للعاملين في مهنة الصيد. تساؤلات عديدة تبرز في هذا السياق، أهمها متى يتحرك المجتمع الدولي والجهات المسؤولة في الحكومة اليمنية لوقف الاعتداءات التي تطال الصيادين وتهدد حياتهم ومصدر دخلهم. لكن هناك أسئلة أخرى أكثر إثارة حول الدور الحقيقي الذي تؤديه السفينة الإيرانية سافيز في البحر الأحمر والغرض من تواجدها هناك. تبقى مثل هذه الأسئلة بحاجة لإجابات تقدمها الحكومة الشرعية ومن ورائها التحالف العربي.